عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الأول المتوسط، إليكم أسئلة المادة اللغة العربية نهاية الكورس الأول اللي جرى مدة امتحاناتها هذا اليوم 25/1/2022. عندنا هنا الإنشاء، يعني الطالب مثلا يكتب قطعة نثرية عن الإنشاء. أول واحد: النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح. ثانيا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا صالحا أن يتقنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني الطالب أنه يكتب مقدمة ويكتب العرض والنوبة يكتب الخاتمة. نجي هنا أنا الإجابة على القواعد، الإجابة على جميع الأسئلة. عادة أسئلة القواعد ما يجي بيها ترك، راح نحلها. أول واحد: أقرأ البيت الآتي: يفنى الزمان وليس يفنى حبه، وقد انحنيت وما أراه ينحني. هنا عندنا يقول: هل يمكن أن تضبط آخر الفعل المضارع يفنى بالشكل، ولماذا؟ الفعل يفنى هو معتل الآخر، معتل الآخرة بالألف، فلا يعني لا يمكن ضبط الآخر الكلمة، آخر الكلمة يفنى لأنه فعل معتل الآخر. هذا هو اللي جواب مالته. في الفعلين: أغضبتها وأغضبتني، تاء أنواع، هل هي نوع واحد أم من أنواع التاء أم نوعان؟ أغضبتها، التاء إذا تلاحظون عليها هذه تاء الفاعل، هذه تاء الفاعل. الثانية: أغضبتني، هذه تاء المخاطبة، هذه تاء المخاطبة. يقول النقطة الثالثة، يقول: من الخطأ كتابة أنت بالياء، ما هو الإملاء الصحيح للكلمة؟ احنا نعرف انه أنت تنكتب بالكسرة، تنكتب أنت بالكسرة، أنت تنكتب بالكسرة. زين، يقول: أيهما أصح، راقت لي الأعمال الطيبة أم راقتني؟ الكلام الصحيح هذا التقويم اللسان موجود عندكم بالكتاب، راقتني، راقتني، هذا الكلام الصحيح. النقطة الخامسة: قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول: أي نوع من الأفعال سبح واستغفر وما علامته؟ احنا هنا عندنا سبح، سبح واستغفر هي أفعال أمر. شنو نوعهن؟ أفعال أمر. مثل ما تعرفون أنه فعل الأمر بيش يبنى؟ يبنى بالسكون، علامته السكون، وهي واضحة أيضا السكون موجودة على. قال تعالى: قد افترينا على الله كذبا. في النص ضمير استخرجه واعربه. احنا هنا الضمير، الضمائر المتصلة عندنا ضمير الناء، افترينا. الناء إذا اتصل يا أما ينعرف ضمير متصل في محل رفع فاعل، أو ينعرف في محل نصب مفعول به. هنا افترينا يعني إذا نبدله نحن، نحن افترينا، فهنا إعرابه هو شنو؟ فاعل في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. يقول السابعة: ما وجه الاختلاف من حيث المعنى والإعراب بين الكلمتين التي تحتهما خط؟ كافأت اللتين تفوقتا، أعطيت هاتين المخلصتين هدية. إحنا هنا اللتين وهاتين، اللتين هي شنو من الأسماء الموصولة، وهاتين أيضا من أسماء الإشارة، هذا الفرق. هذه كافأت اللتين تفوقتا يعني من الأسماء، من الأسماء الموصولة. هنا هاتين من أسماء الإشارة، أشير إليهن. الشيء الآخر انه هاي اعرابها اثنينهن اعرابهن مفعول به، اثنينهن اعرابهن مفعول به، وعلامه المفعول به منصوب، وعلامه نصبه الياء لانه مثنى، الياء لانه مثنى. هذا بالنسبه الى السؤال الاول. نجي نشوف السؤال الثاني فرع الف، السؤال الثاني فرع الف. زين، السؤال الثاني فرع الف يقول: املأ الفراغات الآتية: تسبق ياء المتكلم عند اتصالها بالأفعال نون تسمى، احنا جايليها سما نون الوقاية، تسمى نون الوقاية.
وموجودة أيضا موجودة بالكتاب ضمن هاي المربع تقويم النساء اللسان، وأكو كلمة فائدة هاي استفادوا من عندها الطلاب. يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل بالضمير الواو، واو الجماعة، إذا اتصل بالضمير الواو واو الجماعة يبنى على الضم، هاي الحالة الوحيدة. يعرف المعرف بالإضافة بأنه هو نكرة اكتسبت التعريف بعد إضافتها لأحدى المعارف، هو نكرة اكتسبت التعريف بعد إضافتها لأحدى المعارف. يقول اسم موصول يستعمل لجمع المذكر والمؤنث، الألي هذا هو موجود يستخدم هذا لجمع يستعمل لجمع المذكر والمؤنث. يقول إذا سبقت اسم الإشارة بحرف جر فهي في محل جر، فهي في محل جر، نعرفها اسم إشارة في محل مجرور بحرف الجر، علامة جره الكسرة. زين الفرع باء يقول عين اسم الإشارة الوارد والمشار إليه في الجمل التالية، في الجملة التالية: أولئك الجنود الأبطال أبناء العراق. فاسم الإشارة هو أولئك فقط، يريد بس عينه هو أولئك. يقول ثانيا أبو طالب علم، بين نوعه ثم أدخله في جملة مفيدة. إحنا نعرف أنه كلمة أبو طالب هي مركب إضافي، هي مركب إضافي كنية، هي مركب إضافي كنية. نخليها في جملة، ادخله في جملة مفيدة، مثلا دافع أبو طالب عن الرسول، أو لأبي طالب. لازم ينتبه الطالب أبو، إذا أجيب جملة بالنصب لازم أقول أبا طالب، وإذا أجيب جملة بالجر أقول أبي طالب. مثلا لأبي طالب مواقف جليلة مع الرسول الكريم، هذا إذا إحنا نريد نخليها في جملة. الثالثة رأيت جملة أخلاقها، اعرب جملة أخلاقها، جملت أخلاقها، جملت أخلاقها اعرابها كالآتي: احنا نعرفها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، مفعول به لأن رأيت فعل فاعل، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. هاي موجودة عندكم بالكتاب يعني الطالب. بالنسبة للإملاء قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول استخرج من النص الكريم ثلاث كلمات فيها التنوين. عندنا احنا الكلمات هي أمة، أمة، عفوا أمة، تلك أمة، أمة هنا تنوين الضم، وبعد عندنا أيضا هودا، كونوا هودا، هنا تنوين الفتح، وعندنا أيضا ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة هنا تنوين الفتح، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة. يقول هل يجوز دخول التنوين في آخر كلمة يعملون؟ الجواب ولماذا؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن يعملون فعل مضارع، لا يجوز التنوين، تختص فقط بالأسماء. الجواب جيم، لماذا لا يدخل التنوين في آخر كلمة من؟ احنا مثل ما نعرف ان من هي حرف جر فلا يدخل عليها التنوين. هذا بالنسبة لحل أسئلة مادة اللغة العربية نهاية الكورس الأول اللي جرت امتحاناتها هذا اليوم 25/1/2022. إن شاء الله نشوفكم مواضيع أسئلة وحلول أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.